السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. الفنان المغربي مهدي فولان يتصدر المواقع الإلكترونية بعد هذه التدوينة لزوجته نرجس الحلاقة. وجه الممثل الشاب مهدي فولان رسالة لزوجته نرجس الحلاقة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وذلك بمناسبة عيد ميلادها. ونشر مهدي فولان صورة نرجس الحلاقة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع الانستغرام، وعلق عليها قائلا: مهما قلت من كلمات لن توفيك حقك، ومهما عبرت بجمل لن تعبر عن ربع ما أشعر به تجاهك. وتابع: عيد ميلاد سعيد يا جميلة الجميلة، لترد نرجس الحلاق على زوجها من خلال مشاركة تدوينته، وكتبت: حشمتيني حنين البنات والله تحنين. وكانت الفنانة نرجس الحلاقة قد كشفت عن فارق السن بينها وبين زوجها ووالد طفلتها الفنان مهدي فولان، والتي أكدت على أنها تكبره بعام وخمسة أشهر. حقيقة اعتزال الفنان والنجم المصري عادل إمام، تعرفوا على التفاصيل. كشف الناقد الفني والمصري طارق الشناوي حقيقة خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام للعمل الفني. وقال الشناوي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي يوسف حسين ببرنامج التاسعة المذاعة الفضائية المصرية الأربعاء، إن الفنان الملقب بالزعيم خائف من تفشي فيروس كورونا، وأوضح: ده مش حقيقي، عادل إمام بيحافظ على صحته وخايف من كورونا. متابعا: أعتقد أنه لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم، هو ثروة قومية وبنحافظ عليها. وأكد الشناوي أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بانتشار مرض الترند والحصول على اللقطة، مشيرا إلى خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا وأثار ضجة. وقال إن عادل إمام أعلن اعتزاله الأكشن وليس الفن بشكل عام كما قيل، موضحا: نحن نعيش عصر الشائعات، لكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير. ولم يقدم عادل إمام عملا فنيا جديدا منذ آخر أعماله مسلسل فالنتينو الذي عرض في رمضان 2020 بمشاركة النجمين الراحلين هادي الجيار ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج رامي إمام. توقيف المحامي زيان وتقديمه أمام وكيل الملك، تعرفوا على التفاصيل. كشف الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان عبد الرزاق بوغامبور أن المحامي محمد زيان قد تم الاستماع له من طرف الشرطة القضائية، وتم نقله بعدها لتقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. وكتب بوغامبور في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي على الفيسبوك: النقيب السابق للمحامين ووزير حقوق الإنسان سابقا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص ملف شكاية وزير الداخلية ضدها. وكان وزير الداخلية قد تقدم بشكاية ضد المحامي زيان بعد تصريحات أطلقها هاجم فيها الأجهزة الأمنية على خلفية الفيديو الذي تم تسريبه لزيان رفقة الضابطة وهيبة، وأثار جدلا كبيرا. دنيا بطمة تثير الجدل من جديد، والرواد يشبهونها بهذه الفنانة. فاجأت دنيا بطمة جمهورها بأول إطلالة شتوية لها أثارت خلالها الجدل. ونشرت دنيا بطمة مجموعة من صور لها عبر الإنستغرام، ارتدت من خلالها بنطال من الفرو مع ثوب أبيض فوقه جاكيت فرو أيضا. واستكملت دنيا بطمة إطلالتها بحذاء رياضي وقبعة رياضية أيضا ونظارات شمسية، تاركة شعرها منسدلا. وأرفقت دنيا بطمة صورها بتعليق تتمنى فيه يوما سعيدا لجمهورها فقط، لكن ملابس دنيا بطمة أكسبتها وزنا زائدا فوق وزنها، وهو ما عرضها للتعليقات الساخرة وتشبيهها بالممثلة السورية مروة راتب.
ومما كتب أحدهما دنيا راتب ومروى بطنة. ووافقه آخر الرأي قائلا مروى راتب فرع المغرب العربية وسخر متابعة إطلالة عجلاوية بالطيخاوية. واستذكر آخر إنكار دنيا بطنة إجرائها لعمليات التجميل وكتب المقشفة اللي نفخت وشفطت وجاية تقول ما عملتش أي عملية تجميل. وليست هذه أول مرة يتم فيها تشبيه دنيا بطنة بمروى راتب، فسبق أن أطلت الفنانة المغربية مرتدية تيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة، ونسقت حينها إطلالتها بحذاء باللون البنفسجي اللامع وسرحت شعرها بشكل منسدل. سعيدة شرف تفاجئ معجبيها وجديدها الفني يتحدث عن حياتها. تستعد الفنانة المغربية سعيدة شرف خلال الأيام القادمة لطرح أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب تحت عنوان يجي ويقوله. وقالت سعيدة شرف إن الأغنية الجديدة تحكي عن حياتها في 5 دقائق، متمنية أن تحظى بإعجاب الجمهور المغربي وتحصد نسب مشاهدة مرتفعة على غرار أعمالها السابقة. وعن موقفها من عمليات التجميل التي تخضع لها الفنانات، قالت سعيدة شرف أنا مع التجميل وضد التخييب. ولم تفوت سعيدة شرف خلال حديثها الفرصة للتعليق على الحملة التي شنها رواد السوشيال ميديا بالمغرب ضد الفنان المصري محمد رمضان. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية سعيدة شرف أغنية بعنوان العرس في دارنا أصدرتها منذ 4 أشهر عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، وحصلت لحد الساعة أزيد من 4 ملايين مشاهدة. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. فقط لا تنسونا بالضغط على زر الإعجاب وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا ادعمونا واشتركوا في القناة لنصل إلى 500,000 متابع. إلى اللقاء.